السلام عليكم، صباح الفل. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده اخر يوم في الاسبوع واخر فيديو معانا في السلسله بتاعت الاكتيفيتيز الصغيره. نراجع كده بسرعه. احنا عملنا ورم اب اللي هو بيراجع بيه على الحاجات القديمه، او مثلا على الهوم ورك، او بروش معاه بقول له اتفرجت على الحفله، رحت الماتش ده. بعدين عملنا ايس بريكر، لا سوري، عملنا بعد كده ليد ان اللي هو انت بتمهد للدرس الجديد، بتحط الطالب اون ذا رايت تراك كده عشان يبقى عارف انت هتشرحي النهارده، وتبتدي تكذبه يفكر معاك، لانه مش انت اللي هتشرح بقى. احنا اتفقنا ان احنا مش احنا اللي بنقعد نقول كل حاجه. وبعد كده عرفنا امبارح اللي هو اسمه ايه، الايس بريكر، اللي هو انت بتعمله اول مره بس خالص في السنه على الطلبه الجديده او اللي معظمها جديده عليك، او بتعمله اول حصه احتياطي عشان تخش تخلي الطلبه تركز معاك. كل دول ليهم مميزات، لازم يبقوا صغيرين، ممكن من مثلا ايه لحد 5 دقائق، 7 8 دقائق مفيش مشكله، بس ما كترش اكتر من كده يبقى كتير قوي. هو المفروض 5 دقائق كده حلو قوي وزي الفل. لازم يكون لطيف، لازم يكون لذيذ، لازم يكون متغير، ما ينفعش كل مره تعمل نفس الحاجه لان كده يبقى صعب جدا يعني. طب حد هيقول لي، طب ثواني بس ما نعرف منين. بص يا سيدي، انا شارت لك اهو وهحط لك في الديسكربشن بوكس بتاع تحت الفيديو على طول، هتلاقي فيه لينك، هتلاقي الكتابين دول موجودين. الكتابين دول بقى فيهم جيمز كده تروج بيهم وتتعلم. هما للاسف الاثنين بالانجلش، فاخواتنا اللي بيدرسوا المواد بالعربي زي عربي علوم دراسات كده مش هتعرف ان انت تلاقي جيمز، يعني ممكن ما تكونش عندك القدره ان انت تقرا وتفهم. مفيش مشكله خالص، هنعمل فيديوز لوحدها نشرح كل فيديو كده، نشرح فيه جيم او اتنين بحيث ان انت تقدر تبقى مسيطر عليه. كمان هتلاقي لينك للحلقه كامله اللي فيها شرح الاربع الانشطه اللي احنا اتكلمنا عليها دي، اللي هي الايس بريكر والحاجات دي كلها. هتلاقي تو لينكس، اتفرج على الفيديو كامل عشان تعرف كل واحده عامله ازاي وشكلها عامل ايه. نشوفكم دايما في كل حاجه حلوه يا رب. باي باي، ونشوفكم.